وانا باش انا عشان ندير الوقت مع الدوله اللي حكيمه تقول انت والله ما على بالي الدوله اللي هاك هادي وما دارت فينا. وقال لي قارن، قال لي خونا قارن مع مصر، قارن مع ليبيا، مع من تحب. قال لي غير اللي هاك هادوك ما كان. لا عندهم عقدة خويا شوقي ما لباش على اللي صار جريح ما لباش على لا ايوي قسما بالله سبيطار 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 البلد هذه سبيطار سبيطار كبير والله سبيطار كبير. السلام عليكم. وعليكم السلام يونس خويا، مساء الخير. شوقي كي راك لاباس؟ والله غايه خويا، راك في وارن ولا في اوغندا؟ راني نقرع في الحليب بالكاطريه الدفعه الدفعه الرابعه خويا، راني نقرع فيها الدفعه الرابعه. والله ما عرفوا، عندنا مشكل مع الموانئ، ومنا قال لك ما يدخلوش من الدوله اللي هاك السلع وكلش، رانا شويه حصرين. يا ربي يا ربي يجيب الخير، والله غير ربي يجيب الخير وخلاص. شوقي انا طلعت معاك ذيك النهار، ماشي انا اللي طلعت معاك، شفت كيما طلعوا يسينيالي وفيك، شفت لاباج تاعي طلعت وانا نشوف وانا الو 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 والو خلع. صح انت الكونت تاعك المشكل، الكونت تاعي وانا قاعد نتفرج فيك، شفت روحي طلعت قعدت الو الو ما كاش ومشي داير طالب، خلعت والله. والله ما على بالك يونس تسمع فينا، ما على باليش اذا من عندي ولا من عنده. تعليقات حبس ويا جدك، الحراك هو الحل. شارحت لي ولا شوقي اسمح لي يا اسمح خويا، راني دوك نسمعوا فيك. قلت لك بارك الله، قلت لك على بالك ولا يديروا واحد العفسه امام هذيك دركا ولا يطلعوا على بالك هذيك تاع السطح، ولا يطلع لي بلا ما نطلع حتى واحد، ولا انا نهضر هو يطلع. واو 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 ابداعات بنعك، ابداعات القوة خارقة خارقة خارقة. والله خارقة القوة الضاربة خويا، القوة الضاربة في التطياح والسبان وفي الاخلاق تاع بيوت الرذيلة. ذاك النهار، ذاك النهار انا بغيت نطلع وما طلعتش وما كانش عندي الحظ، كنت جايب لك واحد الخبر، واحد صاحبي كي هضرت على لومبيلونس انا تاع الدولة مستعمرتنا. لومبيلونس تندوف يا وجمهورية تندوف يا خويا. اسمع ملا اسمع، هذه اكثر شوقي خويا. واحد عسكري يحكي لي، قال لي كنت في الحدود في تندوف، الله في تندوف، قال لي واحد القطره صرات لنا اون اليرت، قال لي خرجنا نجرو، قال لي خرجنا نجرو منا، قال لي جملات ولد، قال لي قلت سبحان الله كي احنا مقيمين وجملات ولد وراحوا قابلوها وكاع. قال لي سقسيت الكابيتان اللي كانت عندها اكسبيريونس، قال لي انا ابلي هو مجاجي، قال لي سقسيته قلت له كيف حتى العسكر احنا ميتين بالشر وانتم جايبين جمله دايرين فيها خير، قال لا مش تاعنا تاع بوليزاريو. الله يحكي فيها ويعذب. قلت له راكم تاخذ مقابلات ولا جا؟ قال لي قسما بالله العلي العظيم غير تاع بوليزاريو. قال لي شوشه داروا لنا هيا تسمى، ما بغيت نهبل. استنى تسمى الجمله البطوشيه خير من الجندي الجزائري. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله لا كان كريم. شوقي بالنسبه للموضوع اللي رانا فيه، انا اول ما تفاجات بالخبر هذا اللي علنوه وما فهمتش من نظافته من قاه من صفاه، ما فهمتش كيفاش حتى لحقت، ما كاش رجال، ما كاش دي مومبر اللي تقدر. او قلت لك كاين حالات دركا تقدر تروح تنبش تلقى مثلا حاجه في المسار، هذاك ما تكسرش راسك تكتب في اليوتيوب يطلعوا لك لي فيديو. تسمى انسان مستحيل واحد يفكر يحطه في، وش هو المنصب؟ اكثر المناصب حساسيه في البلاد، او مطار الجزائر، او مانيش نلعبوا، او المطار تاع العاصمه في اي بلد، اكثر المواقع حساسيه في البلاد. سي نورمال سي نورمال. على بالك باللي انا هذه صدمتني صدمه كبيره، صدمه
والله الا كبيره يسمى كي كاين اللي يهرب في المطارات جابوا من يستطيع المتاجره بها، جابوا دروك اللي يقدر يتاجر بها. انا بانت لي بلي جابوا يقدر يتاجر. هي كي تجي تشوف لك من الشق هذا تسمى هي خلات خلات، يخلي نتمصرفوا شويه بالعباره البسيطه. مي الصراحه شوف، هي كل ما يقربوا انتخابات ودائما نقول باللي دائما تتخلط والتناطح. بصح باش توصل تعين انسان عريان، عريان بالمصطلح يعني حرفيا عريان، ما كانش تسمى هو لو كان قبل ما يتعين تسقسيه يقول لك عريان، يقول على روحه نورمال ما عندوش مشكل. مام شوقي مام الصوت تاعو راه مدايرينه فوتوشوب، دايرينه في فوتوشوب تاع الشعر الاصفر يجي للبلاد، دايرينه في فوتوشوب. ايه وكنت وا علاني نقول لك على هذاك الصوت راه مدايرينه في دي فوتوشوب. كاين وحدين زعما كي يبغي يقول لك نعطيها تشوفه مسكين كاع طايح محطم وقايتينا اي يديروا الصوت تاعه هو يقول انا باين نعطيها الشقراوات اللي شعرها اصفر تشوفها جايه. اسمع وربي ربي يسمح لهذيك اللي قالت لهم السفيره تاع سويسرا قالت لي بلادكم خير من بلادنا هذا وقال لك الشقراوات صادمين ماري اللي فان. الله اعلم الواليه تاع تموشنت. اي تاع تموشنت الله الله اعلم. الواليه تاع تموشنت عجبتها قالت لهم خلعتني خلعتها. بصح هذا وقال لك الشقراوات في البوطي يا جدك، الشقراوات في البوطي الجزائر. ما عندهمش الماتريال. لا بصح اسمعني داروا شوف تبوا انت المفاقلوا باللي هو يعرف الشقراوات باللي يجوا دايره في المطار باش يقول لهم اروحوا ما تحرقوش البوطيات، احنا نرحبوا بكم عن طريق المطار، مرحبا بكم، حرقوا في الروضه حرقوا في كل شحال وارواحهم. معزي عنده خبره. معزين مكرمين اخويا نستقبلوكم في الجزائر الجديده. اخو يونس وفي المطار كاس حليب تاع اوغندا وشويه دق النور ونستقبلوهم خويا. تجي تشرب حليب تاع اوغندا، تجي تشرب حليب تاع اوغندا. مرحبا بنا ان شاء الله. مرحبا بالجميع، يعطيك الصحة يونس خويا. الله يهنيك خويا. شكرا. سلامة سلامة. ياي شحال في الساعة؟ اوبس الزول خويا الشوقي. السلام عليكم. الزول خويا نبيل مساء الخير، واش راك؟ لاباس اخي، عندها مده ما شفناكش في اللايف. اخويا هذه مده، انا قلت لك شربت الحليب تاع اوغندا وكش ما صرا فيك. ما شربتش خويا الحليب تاع الشكارة، انا عندنا تاع المعزة برك خويا شوقي. علاش اخويا؟ والله انا قال لك السلعة الاوغندية سمعنا عليها غير الخير اخويا. الله يخلي يما اللي عندها المعزه يا خويا شوقي شرب مع الحليب. يا خويا ربي يحفظها، ما والحليب تاع المعزه مليح. انا ضرب انا باش ندير لك بركه على هذا اللي فات اللي قال لك إيه؟ انكر اسرائيل على جال خاطر يقتلوا في المسلمين. على إيه؟ ما كاش دوس واش داروا في سوريا؟ ما واش مسلمين يعني. قلت له انسان الاصل انه انسانيا كان ضامنه مع الناس، اي واحد يتظلم يتقتل تضامن معه. وانا باش على اش عنده عقده مع الدوله اللي هاكي ما تقول انت. والله ما على بالي الدوله اللي هاك هذه وما دارت فينا. الدوله اللي هاك ولا الجهه اللي حبوا يقسموا البلاد. وقال لي قارن، قال لي خونا قارن مع مصر، قارن مع ليبيا، مع من تحب. قال لي غير اللي هاك هذوك ما كان. لا عندهم عقده خويا شوقي، ما على باليش على اللي صار في جريعه، ما على باليش. لا احنا اللي قلنا نفرقوا بين امور موضوعيه مقارنه بنيه. مثلا اسرائيل ثاني كان يهضر على اسرائيل. انا اسرائيل كاين الجانب هذاك نقدروا نهضروا فيه، الجانب الاخلاقي، الجانب تاع ما يحدث، الجانب انه الحرب ما كانش حرب تاع طيور الجنه. بصح الجانب تاع الاقتصاد تاع الارقام هذيك ارقام، ما كانش درك عاطفه وانا وما يعجبنيش وما ما حاجه بارده ما فيها حتى عاطفه. يلا غالب خويا شوقي هكذا لي زالجيريا مدايرين هكذا من بكري هما دايرين هكذا. ايه لازمنا نبدلوا هذه تاع الرضوخ، هذه تاع العاطفه اللي تتحكم فينا هذه لازم تتبدل. ما يتبدلوش خويا شوقي، يبقاو هكذا. ما على باليش انا هذاك الحليب تاع اوغندا زاد فيهم بالبزاف. ما عرف والله، السلعه الاوغنديه مازال لازمنا نديروا دراسات على التاثير تاع الحليب الاوغندي. نعرف لك هذاك تاع الكلام تاع زاوي قال لك اسرائيل، علاه اسرائيل يا اخي حباب تاع المروك؟ على ما داهاش المروك لك بافريكي مالا؟ ايه وعلاش؟
المنتخب تاع كونافيستان، المنتخب الفلسطيني، تأهل للدور الثاني في كأس آسيا. تسمع إسرائيل ما قدرتش تحبس كونافيستان باش يتأهلوا في كأس آسيا، بصح احنا في إفريقيا حبست المنتخب الجزائري، خسرته مع موريتانيا يا جد. ايه كش ما داروا الفخر الدكه اخويا، الفخر الدكه هذاك هو المشكل. ديك الخمسة كيلو هذوك اللي زادهم الله فيها قصة. أنني لدركا راني متأكد مؤامرة. نار مؤامرة بالك صح، كاش ما شربوا له في السعودية. لا، الكبسة ضررها. يعطيك اخويا الصحة نبيل خويا. شات وحشناك خويا شوقي، راه لا يا خويا توحشك الخير وطلع علينا خويا ساعات. يعطيك الصحة ميرسي خويا شوقي. صح اخويا الله صح. يهنيك الله يهنيك. عند صوتي مدفوع. فخر الدكة والله عنده بزاف ما شفتوش، على كل حال توحشنا. ايوا نعاودو لا ليست بارك اصلا تشوف. نقدر نكلاسي، هذه مليحه هذه العفسه. كاين طريقه باش ترتب الطلبات، دي مليحه باش ساعه ساعه نبدلو شويه، الناس اللي من تحت ما يبقاوش من تحت، باسكو تيك توك عنده واحد العنصريه هكا في السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. مانيش عارف لك تسمع فيا مليح ولا نحي البلوتوث. درك نسمعوا فيك، كنا نسمعوا في الموسيقى وقطعتنا خويا. صح. تفضل اخ شوقي. على كل حال المقارنه اللي درتها انت فيما يخص، انا سمعت على السؤال هكا بين كما قلت بين الاقتصاد الكيان الصهيوني وبين تاع الجزائر ولا اي دوله اخرى. وحدين قالوا لك باللي لا ما يكونوش، ما لازمش تدير هذا المقارنه، وانا نقدر نقول لك راني معاهم بصح من ناحيه علميه فاني. علاش؟ لانه في في, في هذا الكيان ما كانش اقتصاد، كاين دعم امريكي لهذا الكيان. شوف راهم دروك دروك راهم في حرب، امريكا راهي تغرف لهم بالملايير، كاين جسر جوي بينهم وبين الامريكان. الدعم الامريكي كيفاش وصلوا باش اسرائيل تكون مدعومه من طرف امريكا خويا؟ لانه كاين لوبي صهيوني كبير في الامريكان، هو اللي حاكم المؤسسه. الله اكبر. على بالك باللي في الاتحاد الاوروبي كاين تقنين تاع العمل تاع اللوبيات، يعني امر منظم. على بالك باللي في الجامعات كيفاش اسرائيل وصلت انها اللوبيين تكون هي النمبر 1 في الكره الارضيه بالعمل تاع الجامعات الاسرائيليه. روح شوف البحوث تاع جامعه بن غوريون في كل المجالات. دونك هادو الناس حتى الدعم هذا اللي راك تهضر عليه حنا نحبو غير او حنا مساكن او مستهدفين او حنا بلاد الرجال. الناس راهي تخدم على روحها، الناس راهي تدير في اللوبيين، الناس راهي تاثر في القطاع البنكي. اي ماشي قضيه مؤامره، اي قضيه عمل يخليك تاثر. السوفت باور تاع مثلا قطر، حتى لو كان ناخذ قطر كمعيار، الناس راهي تخدم. هذاك تاني راهو يدخل في العمل الدبلوماسي، يدخل في العمل تاع مؤسسات الدوله خويا. راني معاك بصح انا مانيش نهضر لك على فيما يخص اللوبيين، قال لي نهضر مقارنه بحته. كي تقارن زوج اقتصادات لازم تقارن في كلش. صح، اذا كان دخلنا في اللوبيين، الجزائر ما عندهاش اللوبيين، ما عندهاش هذاك الشيء، ما عندهاش دراهم يجوا من الخارج مثلا من الامريكان ولا من اوروبا. صح. فاش القطاع تاع الهاي تك في اسرائيل متطور، يعني لما تاخذ نسبيا حتى مع الولايات المتحده الامريكيه اكثر تطورا. الشركات الاسرائيليه راهي الشركات بنت نفسها بنفسها في القطاع تاع الهاي تك. لازمنا نفرقوا بين العاطفه تاعنا وبين الخرطي. الدعم الدبلوماسي، الدعم العسكري، اكبر حامله طائرات امريكيه اللي تروح تدعم اسرائيل، هذاك جانب. بصح الجانب الاقتصادي للفلسطينيين منين ياكلوا الخبز؟ ياكلوه من اسرائيل. تحب ولا تكره؟ حتى اسمح لي راني نهضر معاك من طريقه علميه. شوف، طلعت في المره اللي فاتت طلعنا، كان الاخ جلال دار واحد اللايف على فيما يخص طبع الدولار. الامريكان اليوم اعطيني واش راهي تنتج ابار الهاي تاك. انت شوف، نعطيك مثال صغير بسيط باش يفهموه كامل الجزائريين وكامل اللي راه معنا في اللايف. انت كجزائري
باش تبيع مثلا باش تتحصل على مليون دولار ولا مليون اورو، واش لازم تدير؟ لازم لك اما تبيع خدمات او تبيع منتوج مثلا تخرج البترول تخرجه من الارض وتدير. خويا انت راك تحكي باش ما نتعمقوا، لا 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 ويت باش ما نتعمقوش، انت تحكي على الدولار كاداه هيمنه، انت راح تقول باللي الولايات المتحده الامريكيه مهيمنه اقتصاديا على العالم لانه عندها الدولار الذي مفروض. بصح كيفاش وصلت الولايات المتحدة الأمريكية باش وصلت إلى ما وصلت إليه وأنه الدولار يكون شيء مرجعي؟ هذا هو اللي لازم تسأل نفسك، ماشي تدخل لي في النقاش أو أما الولايات المتحدة الأمريكية وصلوا إلى التطور الذي وصلوا إليه لأنه وصلوا إلى هيمنة الدولار. واش راح تولي تحكي أنت كي تبوا أنه هي هيمنة الدولار ولا واش؟ لا 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 مانيش نهضر معاك من ديك الناحية تاع الشعبوية، أنا نهضر معاك من ناحية علمية. اليوم عندك أمر واقع أن امريكا تطبع الدولار عند هذيك الهيمنه، وهي باش دعم المؤسسات نتاعها صابت هذاك الشيء انها تطبع الدولار. كي تطبع الدولار الشمر على يديواتك سيدي وروح انهي الهيمنه. شوف روح انت وتبون انت وتبون اللي راح لروسيا قال بوتين قال له نريد انهاء هيمنه الدولار، روح انت وهو وبدلوا لنا خويا الهيمنه تاع الدولار. انت في الجزائر شوف الملكه اللي دارت في الامر الواقع هذا باش يفرض بموازين قوى ولا لا؟ لا احنا لازم لك تغيير، لازم لك خدمه على المستقبل، لازم لك خدمه، لازم لك خطوات تديرهم باش توصل المرحله اللي راهي وصلها فيها الامريكان. احنا عاد ما بديناش، بصح كاين مغالطات، ما كاين واحد المقارنات اللي مستحيل تقارن مع من قارن. انا شوف استنى، انا نجي نقارن مع الدوله اللي هاك يقولوا لي ما تقارناش، نجي نقارن مع تونس يقول لي صغيره ما تقارن، نجي نقارن مع قطر يقولوا لي دويله والاقتصاد. شوف اصلا المقارنه هذيك تاع تسمى هذيك تاع انك تحاب دير اسقاط راي مش موجوده بهذا المنطق، راك ما تقدر تقارن الجزائر مع حتى بلد. بصح كاين امور مثلا انا درك النموذج الاسرائيلي في القطاع تاع الهايتك بالنسبه لي نشوف نقول الناس هادو كيفاش وصلوا. العمل تاع الجامعات الاسرائيليه، البحوث اللي يقوموا بها، التصنيف تاع الجامعات الاسرائيليه كاحسن جامعات في العالم، كيفاش الدويله هذه وصلت الى هذا؟ نروح ناخذ نماذج اخرى، ناخذ مع ماليزيا، مانيش انا راح نقارن الجزائر مع ماليزيا، لكن مثلا راح نقارن فكره انه مثلا لما تطرح قضيه تاع سياسه عامه اللي ما نصطرع عليه بالرؤيه اللي جاب بها مهاتير، ولا نتكلم حاليا عن النموذج السعودي لما جاء بن سلمان برؤيه تاع 2030 وما هي ما هو المنطق اللي جاء به، نقدر نعمل مقارنات بين البلدان. هذا ضروري خويا. شوف باش تعمل مقارنات لازم تشوف احنا النهار اللي استقلينا البلدان اللي كانوا كيفنا وين وصلوا هما وين رانا احنا. كي تعمل هذا الاسقاط تقدر تعرف انت وين راك. المنطق تاعك غلط باسكو كاين بلدان في دالي انطلقوا من حيث انطلقنا، بصح درك راك تاخذ واحد النماذج مثل تاع كوريا الجنوبيه وغير ذلك، راه ما كانش مجال تاع مقارنه خويا العزيز. راني معاك، احنا اللي لازم نطرحوا سؤال علاه كوريا الجنوبيه وصلت اما وصلت يا وحنا او الفكره تاعك انت. شوف احنا واش لازم يتبدل الفكره تاع اننا ضحايا تاع انه الناس تاع اسرائيل. اسرائيل علاش قويه واقتصادها قوي وعندها تاثير في العالم؟ إيه باسكو راهي تدعمها امريكا. اي تدعمها امريكا، كيفاش دعمتها امريكا؟ واش هو العمل اللي دارته اسرائيل؟ واش البحوث اللي داروا في الجامعات الاسرائيليه؟ واش هو الجانب الايديولوجي اللي عملت عليه اسرائيل؟ كيفاش ياثروا في القطاعات البنكيه؟ كيفاش قدروا يتغلغلوا في كل المؤسسات الدوليه ويكون عندهم تاثير؟ ماشي نروحوا لهذيك نظريه المؤامره والماسونيه ويتامروا علينا احنا مستهدفين واحنا ميسرقوا فينا. واحد ما يسرق فيك، احنا متخلفين لاننا متخلفين فكريا ذهنيا، لانه تحكمنا العاطفه، لانه ماناش ناس منطقيين، لانه ناس نحبوا نلعبوا دور الضحيه لانه في واحد الراحه عوض اننا نروح للعمل اللي يتعبك. هذا هو المشكل تاعنا حنايا. بارك الله فيك، انا راني معاك في هذا الاطروحه، بصح فيما يخص انا مثلا لو كانت تديري تقول لي نقارن علاش الاقتصاد الاسرائيلي هذا الكيان الصهيوني اللي كيفاش راه درك وتقارن به الاقتصاد الجزائري، انا ما نقدرش نتوافق معاك. علاش؟ باسكو هذاك اقتصاد مدعوم، يعني اقتصاد ريعي راه مثل الاقتصاد الجزائري، وهما استغلوا هذاك الريع اللي خويا هنا. راك انت راك شركه ما تقدرش ديرها في الجزائر، الناس راي عندها. قلت لك روح شوف خويا انت المشكل تاعك هو مشكل تاع اغلبيه الجزائريين. وش هو؟ انا نكره اسرائيل
دونك ما نطلعش على واش راه يدير، دونك ما نحب ما نحوش نفهم. روح برك شوف ابسط بحث تقدر دير، واني نضل نعاود فيها راح راسي يولي يوجع. دير هاي تك سيكتور ان اسرائيل، راح تلقى باللي قطاع الهاي تك في اسرائيل. روح شوف الشركات هذه كيفاش ماشيه، روح شوف. نعطيك حاجه برك باش تفهم باللي امنا سيتخدم. حتى لما صرا هذه القضيه مع غزه، تعرف ثلاث من اربع شركات في قطاع الهاي تك في اسرائيل تضررت. باش بان الناس هادو راحوا كجنود احتياط، فرغت الشركات، ورغم ذلك مشات، ورغم ذلك تاقلموا مع الوضع. الولايات المتحده الامريكيه واش دخلها؟ الولايات المتحده الامريكيه تدعم دبلوماسيا، تلعب تدعم عسكريا، تدعم في اطار مساعدات عسكريه، بصح داخليا الاقتصاد الاسرائيلي. اسمح لي، شحال عطاتهم، شحال عطاتهم الامريكان في عندها كي بدات الحرب؟ الكونغرس راه صدق لهم على 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 ما اظن على بالك. علاش؟ على بالك علاش؟ باسكو هما، باسكو الاسرائيليين، باسكو كاكا كي تهضر على اللوبيين شوكر، باسكو متغلغلين في الكونغرس اللي راك تكلم عليه، باسكو عندهم لوبيات تاعهم، باسكو تروح لاكبر البنوك الامريكيه عندهم تاثير، لانه الولايات المتحده الامريكيه عندها انديبوندونس، عندها علاقه حاجه بالنسبه لاسرائيل، لانه الشركات. انت اللي تقول لي اسرائيل راهي ريعيه كما الجزائر، انت الجيش الجزائري راهو يخدم توك توك. لا، الجيش الإسرائيلي وشركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية البيت سيستم وغيرها راهي تخدم لك، تخدم لك منظومات تباع للجيش الألماني. جدك الجيش الألماني يشري منظومات إسرائيلية. ألمانيا كي نتكلموا على التكنولوجيا، كي نتكلموا على كي نتكلم حتى في جانب الدبابات مثلا، الليوبار تاعهم من الأحسن في العالم، ورغم ذلك هم بحاجة